يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه النهارده من السادسه. كل التحيه ليكم في ضربه البدايه لانطلاق مسابقه الدوري النهارده. صحيح احنا ماتش الاهلي بكره، لكن المسابقه بدات فعليا النهارده باكثر من مواجهه. وخد بالك وركز معايا، لان النسخه دي تختلف اختلاف كبير جدا عن كل النسخ السابقه. واهم اختلاف بشوفه من وجهه نظري هي الصبغه الاجنبيه. الدوري المصري في الموسم الجديد صبغته ونكهته اجنبيه. ليه بقول الكلام ده؟ لانه عندنا لاول مره 7 مديرين فنيين اجانب. عندنا 88 لاعب محترف جايين من كل حته في الدنيا، محترفين من قاره افريقيا، محترفين من قاره اسيا، محترفين من اوروبا، ومحترفين من امريكا الجنوبيه. حتى التحكيم السنه دي بيبدا بصبغه اجنبيه مع وجود طبعا مارك كلاتنبرج كمسؤول عن لجنة الحكام. فبالتالي ننتظر أن المردود يكون إلى حد كبير أجنبي، يعني منتظرين نشوف نسخة مختلفة، منتظرين نشوف مسابقة ماتشاتها فيها ندية، فيها قوة، فيها متعة، فيها إثارة، بدل الشكل الروتيني المعلب المحفوظ اللي بنشوفه في أغلب الحقيقة ماتشات الدوري. مش معنى كده أن الدوري المصري خالي من إثارة، لكن نتمنى أن الإثارة والمنافسة والصراع يزيد. نتمنى نشوف عدد أكبر من الأندية بيتنافس على أنه يوصل للخمسة الأوائل، المراكز المؤهلة للمشاركة في بطولات دولية، أكتر ما نشوف منافسة في القاع. هنتكلم على مباراة الأهلي والإسماعيلي النهاردة بكل تفاصيلها. تبقى الحقيقة رغم أنه طبعا الفوارق كبيرة جدا في السنوات الأخيرة، نتكلم على 12 سنة لم يحقق فيها نادي الإسماعيلي الفوز على النادي الأهلي، لكن يبقى الإسماعيلي بأسمائه ونجومه وتاريخه مواجهة كلاسيكية من المواجهات اللي بتنتظرها جماهير النادي الأهلي بشكل كبير. كل التوفيق للاعبتنا اللي رجعوا النهاردة للتمرين، وهنتكلم طبعا على ساعات الأهلي واللمسات الأخيرة ما قبل انطلاق مشوار البطولة. بإذن الله يكون مشوار موفق وتكون النتيجة مرضية لكل جماهير النادي الأهلي، مش بس على مستوى الدوري والكاس، لكن كمان وده مهم جدا على مستوى بطولة دوري الأبطال.